أعزائي المشاهدين، يا هلا ومرحبا فيكم في حلقة جديدة من تردكة مصارعة. حلقتنا اليوم عن آخر الأخبار، وبنبدأ مع فينس مكمان. شايب رجع المكتب، تبص صبروا، عطوه أسبوع أسبوعين وبتسمعوننا بيكون ورا الكواليس وقاعد يتحكم في العداوات. الموضوع هذا ما كان مفاجئ أبداً، دام حصل درب يرجع الـ WWE، غير ناس في مجلس الإدارة، وفوق هذا جاب ربعة حوالينا. بالنسبة للتغييرات، أنا أشوف قريباً جداً بتكون في العروض، وغير هذا البوش للنجوم، يعني الناس الموجودين في القمة مثل رومان رينز عادي ما يخسر اللقب في راسلمانيا ويكمل لبعدين. لو دوين جانسون ما يقدر يكون جزء من عرض الكبير، في فرصة في 2024 يشارك فيها ونكمل على نفس المنوال. وأدري كل يوم ويومين نشوف قضية جديدة على الرجل، بس عنده ظهر، وفوق هذا يقدر يدير الفلوس، هذا أهم شيء في أي شركة. وإذا شافوا التغييرات لها فوائد من ناحية المادية، أكيد فينس مكمان بيكون موجود وبيكمل معانا في الأيام القادمة. أتمنى تريبل إتش يمسك زمام الأمور والقصص والعداوات، بس ما أعتقد يطول كثير. الله يعيننا على الأيام القادمة. نروح لـ AEW. حلقة داينامايت الأخيرة جابت أكثر من 1,000,000 مشاهدة، وصراحة يستاهلون. نفس ما قلت في التحليل، العرض كان إيجابي جدا، قدموا لنا مباريات حلوة، وغير هذا المين إيفنت الذكرى لوفاة جاي بريسكو فرحت الكثير منهم الجماهير والمصارعين اللي كانوا موجودين وراء الكواليس، وعرفنا تفاصيلها شوي ليش غيروا رايهم. من ديف ميلزر في بودكاست الأخير تكلم عن موضوع توني خان، قال راح للإدارة والناس المسؤولين في وارنر برادرز وأصار كل يوم أن يغيرون رايهم ويعطون حلقة كاملة يتكلمون فيها عن جاي بريسكو، خصوصا لأن حلقة داينامايت كانت في يوم ميلاده. هم سجلوا حلقة خاصة أسبوع الماضي، أعتقد مدته 3 ساعات، وموجود في قناة رينج اوف اونر على اليوتيوب تقدرون تشوفونه. وكثير من المصارعين تكلموا عن جاي، منهم ايدي كينغستون، سمو جو، كريستوفر دانييلز، والكل كان يبكي. وصعب شوي يعني تتابعه وما تتأثر، فشوفها خطوة جميلة وعملوا الصح للمجال، وعشان الناس ما يجلبون عليهم هم اشوفه لعب دور كبير يوم شافوا السلبية في السوشيال ميديا والكل قاعد يهاجمهم. وبالنسبة للإصابات، تعرفون بريت بيكر ما شاركت في مباراة السيدات، المفروض كان يكون ثلاثية روبي سوهو، توني ستورم وبريت بيكر، بس جت لها إصابة في AEW دارك يوم لعب ضد بيلي ستاركس. هم ديف قال إصابة بريت بيكر ما كانت خطيرة، بس هم بغوا ياخذون الحذر عشان ما يتراكم الإصابة أكثر عليها، وعطونا القصة اللي صارت إن شتتت انتباه توني ستور، وبالأخير روبي سوهو فازت. وأنا توقعت في المباراة أن روبي تجلب على بريت بيكر ونشوفها مع توني وسيريا يكونون فريق. مهم يتمسخرون على السيدات اللي بنوا مسيرتهم في AEW، يعني الهوم جرون، وهم يكونون فريق الأوتسايدرز، يعني الجماعة الجايين من الـ WWE. وتكلمت عن أثينا، بغيتها تكون جزء من الفريق هذا، بس شكله بيركزون عليها في رينج أوف أونر مع الأسف. وفي مباراة جيمي هيتر ضد إيمي ساكورا بتكون في AEW رامبيج، سجلوه بعد داينامايت، والكل يقول المباراة هذه كانت مجنونة. فأنا عن نفسي متحمس للعرض، يعني بعد سماك داون شكلي بشوفه، وما أدري إذا بعمل فيديو عليه، بشوف لو العرض كان زين يمكن أدمجه مع سماك داون. فننتقل للرويال رامبل. طبعا الكل له توقع على من بيفوز مباراة رامبل الرجال، فنروح لديف، هو متعود يعني يعطينا خيارات كثيرة، وهالمرة ما غير الموضوع. قال في الرويال رامبل يا كودي بيفوز أو يمكن سامي، بس في خيار ثالث يمكن تكون مفاجأة، شخص جديد يعني مو شايفينه من زمان ويفوز فيها. لأنا أقول كملها بعد، قول يمكن بارن كوربن يفوز، يمكن ذا ميز لأنه موجود على البوستر، بروك ليزنر ما أعلنوا عنه بس يمكن بعد يفوز في المباراة. توقع التعبان بيتعطينا 3 خيارات، اختار اسم واحد والله العظيم. فخلنا نروح للتوقعات. أول شيء في مباراة واحدة أعتقد هي محروقة من زمان، مباراة رومان رينز ضد كيفن أوينز. ما في حد متوقع أن كيفن أوينز يفوز، وما في احتمال، يعني كيفن شو ما سويت ما بتفوز على رومان رينز، هو بيحتفظ باللقب. وليمينيشن تشيمبر يمكن نشوف سامي زين ضد رومان رينز، تدرون الأوسوس ما يقدرون يسافرون لكندا، بالأخص جيمي أوسو، بس لو خلوها 1-on-1 من غير أي تدخل من البلود لاين أعتقد المباراة بتكون جميلة، وأنا ما أبي أشوف المباراة هذه. أنا أتمنى سامي يلعب ضد رومان رينز في راسلمانيا، بس بنجيلها بعدين. مباراة ثانية اللي بعد تعتبر نوعا ما محروقة، براي وايت ضد إلي نايت اللي غسلوا شراعه في عرض رول الأخير.
وفي سماك داون ما أدري إذا بنشوفه أم لا. هذه أول مباراة رسمية نشوفها لبري وايت، فما أعتقد يخسر. وحتى الآن ما نعرف تفاصيل البيتش بلاك ماتش. البعض يقول نفس الستريت فايت، يمكن يكون وراء الكواليس فولس كاونت أني وير، أو يكون مباراة عادية بس يخفون الليتات. I don't know، بس أتمنى تكون مباراة حلوة. LA يطلع منه يعني يقدم مستوى في الحلبة، وبري من زمان ما شارك. أدري يقدم مباريات هاوس شو، لعب ضد جندر مهال، مباراة عادية كانت يعني ما سووا شيء، كون صريح معاكم. وحين جندر موجود في NXT، فبري وايت بيفوز المباراة هذه. ننتقل للسيدات، بيانكا بيلير ضد أليكسا بليس على لقب سيدات رو. التغيير اللي حاصل الآن مع أليكسا بليس، شخصية ظلامية، مرة يكون طويل قصير بين الجمهور. من وجهة نظري لو بتعطي بوش لأليكسا المفروض تفوز هني، بس لو نفكر فيها بيانكا لازم تحتفظ باللقب عشان تنافس في راسلمانيا. يعني ما أعتقد يفوزون أليكسا وبيانكا تأخذ اللقب منها في الريماتش، يعني مثلا في إليمينيشن تشامبر. احتمال كبير بيانكا تحتفظ باللقب، يمكن بتدخل أو شيء نشوف ربع هاودي موجودين، الأرنب، الخنزير، الدمية، مين ما يكون، يخربون المباراة وتنتهي بدي كيو مثلا. بس لو صارت بتكون سخيفة أكون صريح معاكم. فننتقل للرامبل، مباراة السيدات. ما أشوف أي وحدة تستاهل الفوز وأنها تكون في المين إيفنت غير ريا ريبلي. بتقولي بيكي لينش، شايفينها مليون مرة، بيكي لينش ضد بيانكا بيلير، أو مثلا بيكي لينش ضد شارلت، كم مرة بنشوفها؟ هي حلوة بس ما تحتاج تفوز في الرامبل عشان تنافس شارلت على اللقب. فسووا لنا شيء واحد، أول شيء ماكسين دوبري لازم تكون في المباراة، نعم دام إما موجودة. بغيت نيكيتا لايونز بس للأسف فيها إصابة، فنتمنى لها الشفاء العاجل وترجع قريبا في الحلبات. بس في أخبار عن نيومي يمكن ترجع للدبليو دبليو إي وتظهر في الرامبل. لو صار الموضوع بيكون زين، ما أدري أقولكم مع حلو مو بحلو، ما أدري. يعني نيومي مش على مستوى ساشا بانكس، مع كل احترامي لها، بالعكس يعني مؤدية جميلة ولها حركات مميزة في الحلبة، بس ما أعتقد هي السوبر ستار اللي تقدر تجاري النجمات الثانيات في القمة. فأتمنى ترجع وتقدم عداوة مع واحدة ثانية، عادي يعطونها مباريات فردية. وريا ريبلي الفترة هذه صراحة مقدمة شخصية حلوة مع دومينيك، وبغينا نشوف المباراة هذه سابقا بس جت لها إصابة وما قدرنا نشوف البيبر فيو إن هي تلعب ضد بيانكا. يعني بنت شابة تعطيها البوش وتاخذ اللقب في عروض الرئيسية، وأتوقع بتقدم مستوى حلو وهي بطلة، مع أن بيانكا طولت كثير. ننتقل لرامبل الرجال. أول شيء بالنسبة للمفاجآت، ما شاء الله الكل له كلام. طلع بعض الأخبار أن راندي أورتن يمكن يرجع من مصادر غير موثوقة، فأنا ما بصدق الموضوع، لأن قبل فترة قالوا إصابته خطيرة ويمكن يطول كثير وحتى يمكن ما يرجع للحلبات، فما أتوقع يظهر. بس في الطرف الثاني التاك تيم بارتنر ماله مات ريدل طبعا وقفوه لأن يعني عنده سالفة، فيمكن يرجع في الرامبل هني. يقولون ستيف أوستن يمكن يكون موجود، ذا روك، ديف ميلزر يقول صعب يكون موجود في المباراة. فبدال الأسامي هذه كلها خلنا نقول يا كودي أو سامي زين. خذينا الإيجابيات والسلبيات كثير، وتكلمت عن الموضوع هذا ما شاء الله في كل فيديو أتكلم عنه. عودة كودي بتكون حلوة وجميلة يعني، ويمكن يكمل قصته مع سيث رولنز، مع أنه ما أشوف لداعي، فاز عليه 3 مرات فليش يلعب ضده مرة ثانية، والآن سيث بيبي فيس. فسيث نفسه بعد في ناس قالوا يمكن يفوز بالرامبل، شفناها سابقا كثير، سيث ضد رومان رينز، فليش يفوز باللقب الآن دام تقدر تبني نجم يدمر زعيم القبيلة راس الطاولة وتشلب العود يعني، فابني نجم معاه وسامي الكل وراه والكل يبي ينجح. اللي صاير الآن يوم عملوا محاكمة سامي زين في ماندي نايت رو، ما في أي نجم ثاني يجاري سامي عشان تبني لحظة يتذكرها الجمهور ويكون بمثابة براين دانيلسون يوم فاز الألقاب في راسلمانيا سابقا. كودي ضد رومان بتكون حلوة، سيث ضد رومان هم بتكون حلوة، بس هذه اللحظة للتاريخ، فليش ما تبنيه مع فخر العرب سامي زين. شكرا لكم جزيلا على المتابعة والدعم المستمر، لايك وسبسكرايب لا تنسون، دائما أبدا بينكم one.